ماذا يحدث في جماعه الاخوان، ده اللي هنحاول نعرفه النهارده. ابراهيم منير القائم باعمال المرشد العام اصدر بيانا بايقاف 6 من قيادات الجماعه على راسهم محمود حسين الامين العام السابق لجماعه الاخوان، اللي هو كان أوقفه بالفعل عندما وصل أو عندما أصبح قائما بأعمال الجماعة في سبتمبر 2020. محمد عبد الوهاب مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، همام علي يوسف عضو مجلس الشورى العام، ومدحت الحداد عضو مجلس الشورى العام، ممدوح مبروك عضو مجلس الشورى العام، ورجب البنا عضو مجلس الشورى العام. ماذا يحدث في هذه، هل يعني ده الصراع الذي سيقضي على ما تبقى من الجماعة، أم أن هناك فصيلين دلوقتي، مجموعتين من الجماعة في الخارج؟ ماذا حدث؟ معنا على الهاتف الأستاذ سامح عيد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. أستاذ سامح، ماذا يحدث في جماعة الإخوان؟ مساء الخير عليكم أستاذ جميل، مساء الخير على السادة المشاهدين. هو طبعا تم حل مكتب تركيا من 3 أشهر في شهر 7 في زورة الصراع ما بين جبهة منير وجبهة محمود حسين. دلوقتي احنا عندنا جبهتين داخل الجماعة. هو كان في صراع الأول من 4 5 سنين ما بين جيل الوسط والقيادات التاريخية بما فيهم إبراهيم منير. وتم عزل عدد من قيادات الوسط من التنظيم أو إبعادهم عن التنظيم بشكل أو بآخر. إنما الصراع الأخير كان في القمة ما بين القيادات التاريخيه نفسها. نعم. ابراهيم منير 84 سنه، محمود حسين 74 سنه. في فرق بين قرارات 3 ممكن تتخذ من قبل مكتب الارشاد او القائم باعمال المرشد. هو استند ابراهيم منير للمواد 2 و4 و5 و17 من اللائحه الداخليه للجماعه. هو في 3 قرارات ممكن يتخذوا، في فرق بين قرار الايقاف وقرار التجميد وقرار الفصل من العضويه. قرار التجميد ده بيتحط له مده زمنيه معينه 6 أشهر او سنه، وممكن يمد او يختزل، وفي هذه الفتره بيكون العضو مش من حقه يمارس اي انشطه داخل التنظيم ولا اي مهام تنظيميه، وليس حق التصويت ولا حق التراجع. الايقاف بيقوم بنفس الدور، ولكن الايقاف يبقى ايقاف مع التحويل للتحقيق، وفي هذا الوقت بيتم وقف العضو عن ممارسه انشطته. واهم حاجه في الموضوع اللي هو الترشح ل المناصب الاداريه. هو المشكله ان محمود حسين كان هدد ان هو يعزل ابراهيم منير، وكان بيحاول يجمع اعضاء الجماعه. هو المشكله الحقيقيه ان هو الملف الليل. للاسف الشديد فيه فساد مالي كبير جدا. هم اخذوا اموال التبرعات واشتروا عقارات ومشاريع وانشطه بعشرات الملايين من الدولارات باسمائهم الشخصيه. فاصبح محمود حسين على ارض الواقع في تركيا هو يملك اموال يستطيع بها شراء زمن او شراء الاعضاء او كسب ولاءات، وده اللي عمله في الانتخابات السابقه اللي طعن فيها بالتزوير. ولذلك هو لما حل المكتب في الفتره الاولانيه كان عايز يحط شرط اللي هو ما يترشحش حد لما يسمى مكتب تركيا فوق ال 45 سنه. مجموعه محمود حسين ومقربين منه اللي هو همام علي يوسف ومدحت الحداد رفضوا هذا القرار، وقالوا ان هو غير قانوني، وان هم عايزين يترشحوا ويمسكوا نفس المكتب مره اخرى. هو كل المشكله ان هو لما حل في قبل حل المكتب عمل لجنه بحيث يبقى محمود حسين بدل ما هو المنصب كبير يبقى هو مجرد واحد من عده اعضاء من ضمنهم حلمي. هو عزله من فكره الامين العام، يعني هو عزل لغى المنصب، خلاص لغى المنصب وجعله عضو عادي. هل احنا بنتوقع دلوقتي من المرحله الاوليه، المرحله اللي بعديها حل المكتب نهائيا. المرحله الاولانيه انه عمل لجنه وهو عضو فيها، برضو مش عارف يفرض سيطرته على المكتب، فاضطر ان هو يحل المكتب كله بعد تفجر الصراعات داخل المكتب. التنظيم طبعا الهيكل التنظيم بينهار حقيقه. فكره التماسك الداخلي اللي هم كانوا بيدعوها على مدار سنوات كثيره جدا انتهت. فكره ان هذا الموضوع وهذا الانقسام متكرر مش حقيقي. عمر ما هذا الانقسام بهذه الحده حصل. حصل انشقاقات كانت بسيطه من ايام حسن البنا وشباب محمد او حتى ايام الهضيبي او حتى ايام التميساني،
او حتى مجموعه الوسط، ولكنها لم تكن بهذا العمق وهذا التاثير وعلى مستوى القمه بهذا الشكل. ما هي اسباب هذا يعني هذا الانقسام، هذه الانقسامات الكثيره؟ هل من اسبابها ايضا الضغوط الدوليه على الجماعه؟ الجماعه ما بقتش بتتحرك بنفس الاريحيه اللي هي كانت بتتحرك بيها طول عمرها، يعني حتى غير عدم وجودها في مصر وطردها من مصر او هروبها من مصر وخروجها من مصر، كمان هي في العالم اجمع في كل العالم ما بقتش بتتحرك بنفس الأريحية الحقيقة. بالتأكيد التنظيم الدولي لم يجتمع منذ عام 13 لم يجتمع التنظيم الدولي. انهيار في تونس، انهيار في الإخوان بتوع المغرب، العدالة والتنمية، في عدد كبير من الدول العربية، السودان طبعا برضو موضوع اللي حصل يعني ثورة، كل دي خبطات متتالية للجماعة. خبطات متتالية والمشكلة إن القيادات الموجودة الحالية شخصيات ضعيفة، سواء إبراهيم منير أو محمود حسين، ومشاكلهم كبيره جدا مع الاعضاء، وفي ثوره من الشباب داخل تركيا لان هم للاسف الشديد اخذوا الاموال واعطوها باسماء اولادهم ويعيشون عيشه في قمه الرفاهيه بعيدا، وشباب الاخوان معرضين للخطر داخل تركيا وبيهددوهم دايما بالفصل من الاعمال او الغاء الاقامات وبالتالي الترحيل الى مصر. يستغلوا هذه السطوه الماليه والتهديد للافراد باعمالهم. وبعدين هم مش موضوع الاعلام بس، ده هم انشاوا مدارس وانشاوا مصانع وشركات عقاريه وشركات مقاولات كبيره بعشرات الملايين من الدولارات. يستطيعون ان هو المنح والمنع. كل المشكله في الملف المالي. فكره حل مجموعه محمود حسين وحالته للتحقيق كان المقصد بها الاساسي الملف المالي، وان هم ينتزعوا منهم. بس مين يا سامح هيحقق معاهم؟ يعني انت كده بتتكلم انه ابراهيم منير ده صحيح معاه الغرب والعلاقات الدوليه هو اللي بيصدر البيانات، لكن في النهايه معهوش قيادات. هي ده محمود حسين والفريق الاخر او ما تبقى من التنظيم ده اللي معاه باقي ما تبقى من التنظيم، وزي ما انت قلت معاه الاموال بشكل او باخر، سواء حتى صحيح باسامي اولادهم او ابراهيم كده. منير معاه قوه اللائحه. وبعدين في نقطة يعني زي ما قال الأستاذ زمان، هو يتحكموا بالغباء السياسي. من أكبر الأخطاء اللي هم عملوها إن أول ما حصل بداية التقارب المصري التركي، راح قعد همام علي يوسف اللي هو يعتبر مسؤول مكتب تركيا مع ما يسمى حزب السعادة التركي اللي هو برضه بيقول إسلامية أو من خلفية إسلامية، وهو حزب ضعيف بنص في المية، وقعدوا معاه وهددوا. يعني أول ما حصل تقارب يعني بداية التقارب المصري وتركيا، وراحوا قالوا حزب السعاده احنا هندعمك ضد ابو زغير في انتخابات 23. طيب الان ماذا نتوقع من مجموعه محمود حسين؟ هذه المجموعه اللي تم ايقافها، هيطلعوا بيان، ينقلبوا عليه، يعزلوه، يعني ماذا يملكون من اوراق في هذا الصراع اللي انا يعني وهقول لك في الاخر تقول لي ايه شكل الجماعه بعد ذلك، ولكن ماذا نتوقع؟ على المستوى كان في محاوله صلح اظن. كان في محاوله صلح. على المستوى التنظيمي لن يستطيعوا فعل شيء، ولكن على المستوى المالي لن يتخلوا عن الملكيات اللي هي اصبحت باسمائهم بشكل حقيقي، سواء الحداد او محمود حسين، واحنا بنتكلم عن شركات بعشرات الملايين من الدولارات، لن يتخلوا عنها وتستمر هذه السطوه الماليه. ولكن ابراهيم منير ربما يستطيع منع التدفقات الماليه لاحقا، او الاشتراكات الماليه اللي كانت بتعطى لهذه القيادات لن تعطى اليها، ربما تروح لحلم الجزاره او الاقطاب الاخرين، فهيتوقف تدفق الاموال، ولكن هم لن يسلموا ما في حيازتهم من اموال تخص الاخوان وهي عقارات واصول ثابته بعشرات الملايين من الدولارات. ماذا يعني ذلك لجماعه الاخوان عموما؟ اعتقد ان هو خلاص يعني بدايه يعني زي ما بيقولوا ركبوا الزحليقه، الهيكل التنظيمي، في فرق بين الهيكل التنظيمي والهيكل الدرجي. اعتقد ان الاخوان المسلمين على مدار السنوات القادمه ربما سيكون سطرا في كتب التاريخ، ولكن سيستمر ما تسمى الايديولوجيا او الهيكل التنظيمي او الهيكل الفكري ما زال موجودا، ربما تتبناه مجموعات اخرى وتيارات اخرى ربما تكون اقل تاثيرا او اسماء اخرى او تنظيمات اخرى واسماء جديده، ولكن اسم الاخوان المسلمين اعتقد ان هو سينتهي في خلال من 10 او 15 سنه على اكثر تقدير. بشكرك سامح عيد الباحث في شؤون الجماعات الارهابيه.